أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا الأسبوعي في برنامج فتاوى، دائما معنا شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا دكتور. الله يبارك فيك. ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة هذا الأسبوع التي نتناول فيها موضوعا مهما، ألا وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة، التي لا يصح إسلام المرء إلا بها، كما أنها عمود الدين، وهي العبادة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أنها أولى العبادات التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. أهلا بكم مشاهدينا، نحن في انتظار هواتفكم وأسئلتكم التي ستكون إن شاء الله إضافة كبيرة جدا لهذا البرنامج. أرحب بك شيخنا مرة أخرى، ونتحدث عن الصلاة وعن هذا الركن المهم جدا في الإسلام. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كلنا عارفين الصلاة هي عماد الدين، وهي أعظم فريضة في الإسلام. لعظمة الصلاة دي، أولا أنها فرضت من فوق سبع سماوات بدون واسطة جبريل، وربنا فرض على نبينا وعلى أمته 50 صلاة. بعد ذلك ربنا نادى نبينا في الحديث القدسي، قال يا محمد إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. أصلا نحن نصلي 5 في الفعل، لكن نأخذ أجر 50 صلاة التي فرضت أولا. وكذلك عظمة الصلاة، شوف الصيام مرة في السنة، زول عنده سكر، عنده كده ما بقدر يصوم يطعم، قال ما عندي حق الإطعام، عفو الله عنك، لا عليك صيام لا يطعك الطعام. الزكاة مرة في السنة، زول ما عنده نصاب الزكاة، ما عندي من الزكاة، ما عليه زكاة. الحج مرة في العمر، قال ما عندي 200 جنيه أمشي أحج، عفو الله عنه. لكن شوفوا الصلاة 5 مرات في اليوم، وموضوع عفى الله عنه في الصلاة دي ما في. ولذلك كل العلماء اتفقوا وقالوا الصلاة ما بتسقط من المسلم المكلف ما دام عقله فيه، يعني مرضان وضبح مجرح ما دام العقل فيه الصلاة ما بتسقط عنه. تسقط منه في حالتين اثنين، الحالة الأولانية بقى مجنون القلب يترفع من المجنون، الحالة الثانية أغمى عليه، دخلوا عملية 10 ساعات مبنج، أول ما فاق من البنج يقول له صلوات المرض عليك أنت منك ما تقضيها، من ما فقت من البنج تصلي، مضبح مجرح دمه ماشي ودم مليان أنت نجاسة، والدكتور قال له تغير تغسل مكان النجاسة ده، لأن ده العملية بين نجاسة يصلي، لأن في قاعدة بتقول إزالة النجاسة واجبة مع التذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، إذا العجز أو نسى الصلاة يصلي بين نجاسة. ودي نقطة مهمة جدا، لأن من اللحظات كثيرين في المستشفى ذول كل عملوا له عملية وهدومه فيه النجاسة وفيه القصر بتاعت البول دي ما بيصل. ما تصلي مالك يقول صل بين هدوم مليانات نجاسة، يا أخي أنت صل إزالة النجاسة في حالة القدرة، عجزتك صبي نجاستك دي تصلي. نعم. طيب نحن كذا نشوف بناء الصلاة نفسه. أيوة. كيف يبني المسلم صلاته والأركان التي تقوم عليها هذه الصلاة؟ طبعا الصلاة دي عندها شروط وأداب وأركان، لابد الزول تكون صلاة مستوفية لشروطها. ولذلك الصلاة مستوفية لشروطها تورث في صاحب المهابة والخوف من الله، ينتهي عن المنكرات، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هنا ده الصلاة مستوفية لأركانه وشروطه وآدابه، والزول بيأديها بخشوعه ويفكر في معنى الآيات اللي بيقريها، ويركع ويسجد خاشع لله ومتذكر إن ربنا مطلع عليه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. هاي دي الصلاة. نعم. طيب نتكلم عن هذه الشروط. أيوة. طبعا أول حاجة الشروط الصلاة طبعا اللي هي تبدأ بالطهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم بدون طهور. يبقى هنا الطهارة شرط في صحة الصلاة. والطهارة هي طهارة الحدث والخبث، طهرة الحدث اللي هي الحيض والنفاسة والجنابة. لابد الزوال، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يبقى المرء انقطع منها دم النفاس تغتسل، دم الحيض تغتسل، الزوال حصل له جنب مرأة وراجل لابد يغتسل فرض إجماع العلماء. الداء أزال دل الحدث. أما الخبث اللي هي البول وأنواع الغائط وأنواع النجاسات، لابد الزول يحترس منها، وخاصة إخواننا البول
ولذلك جاء عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به في القبر البول، تنزه من البول فإن عذاب القبر من البول. ده كيف يا شيخ؟ يعني هنا ده لا حياء في الدين طبعا. نعم. ده من خلنا الموضوع ده، المطلوب من الزول يمشي لما يقعد يبول ما يجيب عليه حيل يبول. ما ممنوع الوقاف على الحيل تبول، لكن على شرط تتأكد إن رشاش البول ما يجيك راجع. ده كان في تراب رملة، البول بيدخل في الرملة طوال مين، لكن زول بلاط أرض مصلبة على كده الرشاش البول بيجي راجع، عشان كده زول يقعد في الواطة ويلملي هدوء يسمح، ولما البول يجي مارك ما يستعجل يستنجى لغاية البول ما ينقطع سمعه. بعد البول ما ينقطع في حاجة اسمها الاستبراء. وده أجمع العلماء على أن الاستبراء والاستنجاء فرض. والاستبراء هو إخراج نقط البول التي حصلت من الخزان. وكيف الكلام ده؟ ربنا من قدرته وعظم داخل جسمنا ده عمل لنا خزان، بنشرب الموي، الموي تمشي للكلى، الكلى تأخذ الخلاصة بتحت الموي دي تديها للقلب، يرقلوا بشوف شغله باقي الهناد زي تنزل في الخزان ده البول ده بعد اللي هو المثانة ينقل في الخزان ده. أول الخزان ده متملى الزول يحس نفسه أنه مزنوب بول، أول ما شو يقعد ببول العقل يدي تعليمات للخزان، تواتق بقدرة ربنا إنهم جايبين خبر. اتفتح يا الخزان، الخزان فتح البول بوي جماري البول، أول ما مرق خلاص الزول في حالة دي اسم الاستبراء. الاستبراء طبعا في خزان جوا هنا، في ماسورة من الخزان موصلة للخارج، الماسورة دي فيها ثلاثة نقط من البول. الزول مجرد ما البول انقطع ياخد له قعدة شوية كده، خلاص البول انقطع يمسك الماسورة دي من نهايتها يملاها كده مرتين، بس مرتين كده خلاص في الحال يصب الماي في راس الماسورة يتوضى وضوء صحيح تمام. إذا ما عمل كده مجرد البول منقطع صب الماي في الثلاثة نقط دي لقي مرقات وقعا بعد الاستنجاب فوضا على الشغل وكله عمله. عشان كده دي نقطة مهمة جدا لا حياة في الدين بالنسبة للرجل. وكمان بالنسبة للمرأة الأحياء في الدين، الواحد لما تقعد بعد البول ما ينقطع ما تستعجل صب الماي، تاخذ لها قاعدة كده جزء من الدقيقة، دقيقة أو نص دقيقة، وبعدين تعمل حركة كده، حركة كده إذا كان في رقطة بتاعت بول بتجي ماري. بعد ذلك تستنجي تتوضى وضوء صحيح. لكن مجرد البول منقطع لسه ما النقط ما طلعت تستنجي والمشهد تتوضى النقط دي اللي مارقات بوضنا الشعر كلها. دي نقطة مهمة جدا أخوانا نحترز بها. ولذلك إنه جعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يبقى ده الولد ما كان مستتر بوله، اللي هو يقف على حلو ورشاش البول يعني ملابسه ما يهتم به، يقعد يقول قبل البول ما ينقطع سمع، يقول مستنجى يمشي يتوضى في الحال ده النقط دي الوقع بوضا على صلاته. ويوم القيامة بيتعاقب، بيتعاقب بشنو؟ مش بالعمل اللي أدى لبطلان الصلاة. الصلاة ده ما فريضة. العمل أدى لبطلان الصلاة اللي هو عدم الاستبراء. هذه نقطة مهمة جدا. طيب ده بدخلنا طوالي بعد الزول ما يستنجى وطهر يجب انه كمان يؤدي الصلاة بوضوء. بالوضوء طبعا الوضوء برضه فرض وباختصار كمان نشرح الوضوء. من شروط صحة الوضوء إزالة الحائل المانع الذي يمنع وصول الماء إلى الأعضاء. الوضوء إزالة المانع عند الرجال حاجتين اثنين بس، يتأكد تحت الضفور ما في طين، ما في زيت، ما كان زيت فرامل أو زيت تروس إذا كان متعلق بالميكانيكية. أما المرأة لابد تتأكد أن في أربع حاجات في جسمها ما في شات في عضل الوضع. نمر واحد تتأكد ظفور اليدين ظفور الرجلين خليات من المناكير كت. نمر ثلاثة تتأكد، اثنين تتأكد تحت الظفور ما في طين ما في عجين. نمر ثلاثة تتأكد الوش ما فيه كريمات. نمر أربع اللي دي ما يكون فازلين جريسلين. في الحاجات دي طبعا قبل ما تبتدي الوضوء تصب اليدين بالصابون، تصب وشها بالصابون، تزيل الكريمات، وبعدين إذا كان في تحت الظهور في طين فيه بعود كبريت تشيلن وكذا، بعدك تزيل المناكير ما تخلي له، حتى العلماء قالوا شوف الصبيحة الصغنكريت ده لو في نقيطة صغيرة من المناكير وقال للدي ما بتسوي شيء ويتفضل صلاة باطلة لكل العلماء. نعم نعم. ناخذ معنا تليفون ونرجع للموضوع ده ثاني. الو مرحبا. مرحبا. وعليكم السلام.
ألو ألو، معذرة معذرة، أتمنى نرجع لنا ثاني. نواصل في موضوع الوضوء. أيوة بعد كذا خلاص زلنا الحيل المانع. بسم الله الرحمن الرحيم، غسل الكفين، يتمضمض 3 مرات، يستنشق 3 مرات، بعدك يجي الوضوء. وكل العلماء قالوا الوشد عنده حدود طول وحدود عرض. حدود الطول من منبت الشعر لغايه اسفل الحنك، والعرض من اللضان لغايه اللضان. ربنا تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. والغسيل في اللغه معناه ريان الماء على العضو. في ناس يجيب له قزازه بتاعت المشروبات هنايه دي يتوضا بها، لا لابد الوضوء يكون تملي بعد ما خلاص تملي لي الدموي بعد ما تمضمضنا استنشقتها، تملي لي الدموي وتلم عليها، ما تلقى اليدين للماسوره، التبذير ممنوع والتقطير كمان ممنوع. وخير الامور الوسط، تملي لي الدموي تلم عليها دي، تشوف من منبت الشعر، تشوف لغايه اللضنين، تشوف العيون. الدور الثاني، ثاني تلم، ثاني شوف منبت الشعر من فوق لغايه اللضنين، الاي، تشوف العيون. 3 مرات، نيل اليدين، زوليم للدموي، ينفع اكيد تلقاه بايجار، المرفق ده يدعك. شوف 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 صلي بين اصابع اليدين، شوف الاضبع ثاني طلع بالاضبع الكبير ده كيف، ثاني تلقاه بايجار، الحفر دي ما نساه، المرفق ده يدعك وسمح سمح سمح، شوف شوف خلي بين اصابع اليدين، طلع دي 3 مرات، ثاني مسك اليد الشمال، مسك المويه كبها هن، يتحقها بايجار، تلقاه بايجار، الحفر ده ما نساه، امام لسه محت المويه 3 مرات، نجي لمسح الراس كده وكده ترجع. الاصابع نصب على الاضبع كيف نميل من المويه تاخذه كده امرقه كده وخلاص. هذا نجي نمسك الرجل، ظهر الرجل، بطن الرجل، الكعب اللي بيورى، نفتح المويه تصل بين اصابع الرجلين لغايه الكعب، الرجل الشمال، بطن الرجل، ظهر الرجل، الكعب اللي بيورى، تم الوضوء الصحيح. نعم نعم. طيب ناخذ تليفون ثاني معنا. الو الو الو، مرحب. الو الو، مرحبا، عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دي سؤال شيخ. نعم، أنت منو؟ عبد الباقي. عبد الباقي، يا ريت لو بعدت شوية من الزحمة والجوطة دي. نعم. عشان نسمع كويس. جنبك نعم. جنبك في ضوضاء كده، في طفل بيبكي أظن. حقه تبعد شوية. نعم. حقه تبعد شوية. نعم. نعم. تفضل. يا حسام، لو كنت بتصلي في المسجد جمزور كبير. نعم. لو كنت في المسجد بتصلي جمزور كبير. لو شنو؟ قاعد بصلي في المسجد. انت بتصلي في المسجد انت؟ لا لا، ما نتيجة السؤال. ايوه تفضل. قاعد بصلي في المسجد جمزور كبير. الزور بيصلي في كرسي. أنا ما سامع كويس، زول كبير ماله؟ قلت لك قاعد بيصلي في المسجد، الزول بيصلي في كرسي، قام الكرسي وقع، أها قمت رفعت الكرسي ده، قطعت الصلاة قمت رفعت الكرسي. والله أنا ما سمعتك، سمعت يا شيخنا بحاجة؟ ما سامعك أنا كويس. خلاص شوف. نعم. قاعد بيصلي في المسجد. أنت قاعد تصلي في المسجد؟ أنت بتصلي في المسجد أيوه. زول كبير. جم زول كبير؟ نعم معلش ما سمعناك، يبدو انه هو كان داير يقول انا كنت بصلي في المسجد وجنبي زول كبير وقع ورفعته كده، يعني ده المعلومه اللي انا قدرت اخذها منه. طيب باعتبار انه جنبه زول يعني اثناء الصلاه، طبعا زول وقع في الصلاه، ده وقع في الصلاه، الزول اللي لقيته وقع حس بحتاج لازعاف طول في الحاله دي، النفرين بيجي يشيل الزول ده يمشي رقدوا عملوا اسعافات اوليه. اما اذا لقوه كده رجلين وجعين وما قدر يتحمل الوقاف ووقع لكن عادي ما نفسه قايم ولا في دوخه ولا شيء، تواصل صلاتك، لانه وصل صلاتك وانت زعفه. نعم طيب. حسب الحويه بتاعت تقدير الموقف. ايوه. هاي. طيب نحن توضينا الان وضوء صحيح. هاي. وجينا ندخل الى الصلاه. ايوه.
طبعا الخليل الجل لما يجي في الصلاة يجي في مثلا ما يلصق رجلينه ولا يشرهم شديد يفشل كده زي كان اقدر الشكل لك زو لا وقفتك العادية ونلقيك برجانة هين بتقف كيف وقفتك العادية ما تفشق ولا تلصق رجلين وقفتك العادية عشان تاخذ راحتك ليش لما تفشق الرجلين ما بتعودتك يمكن ما تتحمل وفي ناس فعلا بتوقف لا لا وقفتك العادية وبعدين تعين مكانه تعجبها في الواطة وتقيم الصلاة وإذا كنت ماموم أول ما تكبر تكبيرة الإحرام ترفع اليدين ديل يكون وقفات دغري قصاد الخدين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفع اليدين ديل دغري وتعاين وين مكان وضع الجبهة في الواطة وتنوي بنيتك حصل لي شنو ظهر عصر ووقت وقت أداء قضاء طوال طلع تكبيرة الإحرام تذكر أنت واقف قدام ملك الملوك الله أكبر طبعا الاثنين وصل محله انت قمت خدت كف اليمين فوق الشمال فوق السره تحت الصدر ونظر كل مكان وضع الجبهه في الواطه وتقرا سوره الفاتحه بتريس وتمهل وتفكر في معنى كلمات الكلمات كلمات سوره الفاتحه اللي تقراها قريت السوره تفكر في معنى ايه السوره بعدك تقف في الركوع طوال خدت اليدين في الركب تركع ويكون الظهر مساوى ما تنزل كده سيدي ولا كده لا كن دارك مساوى لخدتين وكوبايه مي في ظهرك ما تتدفق وانت راكع اقل شيء تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات اقلها ثلاث مرات واقصاها 10 وبعضهم قالوا 11 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تخلي سواقف عليه حيله الله اكبر برضو روح الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم الجبهة وأشار بيدي على أنفه والكفين والركبتين وأطراف أصابع القدمين دي 7 أعضاء الجبهة والنخل دي العضو واحد زول يسجد لابد يسجد معه الجبهة واحدين يسجد يلفع النخل لا لابد النخل والجبهة يكون متوسطات في الواطة وأنت محيط سمح ويديك يديك ديل يكون مستقبلات القبلة ما تخدين في الواطة أرفع الكفين وترفع بطنك من الواطة وتقول قلش أنت ساجد سبحان ربي الأعلى 3 مرات ترفع جلد بين السجدتين ركن من أركان الصلاة في دعاء كان حفظ تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهديني ما حفظ الدعاء ده تقعد مطمئن ده ركن تجيب السجدة الثانية برضو سبحان ربي الأعلى 3 مرات قال لا الله أكبر تقبع لي حيلة وهكذا وبعدين كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسكنوا في الصلاة والسكون معناته وخديت يدي التاني ما تفكين إلا لما تجي للركوع ما تتحك حق الناس كثيرة على واقف في الصلاة يتحك حق فعلا أي دا ليه بتبطل الصلاة يا شيخ؟ تقول شنو العمل الكثير سهوا أو عمدا يبطل الصلاة والعمل الكثير معناته الحركة الكثيرة حركة حركتين ما يسوي لكن أكثر من حركتين بيؤدي لبطلان الصلاة وثلاث حركات طيب مرات في ناس عندهم التلفون بيكون في جيبهم بيضرب كم مرة كده مرتين ثلاثة بيحاول يعمل له صامت يعني في الحالة دي إذا كان دخل يده في جيبه وطوال قفل بحركة حركة دخل يده الحركة الثانية قفل يواصل صلاة صحيح ضرب ثاني ضرب ثاني ثاني برضو إذا كان حركة حركتين ما بيأثر لكن القضية وين دخل يده هنا ما لقى التلفون هنا دخل يده في جيبه الثاني ما لقى التلفون التلفون في جيب العراق رفع العراق جلابية ووصل في الحالة دي عمل حركات كثيرة صلاة بطلت لا حول الحال شنو يقفل التليفون بعد هو واقف في الصف الله أكبر يعني يعيد يبدأ صلاة من جديد بعد سلام اليوم يقوم تتم صلاة تعتبر نفسه مسبوق لأن الحركات العملة في التليفون أدت لبطلان الصلاة طيب دب خليني أو ذكرني بموضوع التبليغ في الصلاة في بعض الأئمة يا شيخنا يعني الواحد يكون مثلا واقف داري يركع لما يركع حتى يقول الله أكبر أيوة الأنسب أو الأفضل شنو يعني الأفضل طبعا الإمام أول فز أول حي ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يخلي سواقف لما يجي للسجود الله أكبر يعني يبدأ من فوق يبدأ من فوق لك تملى الفراغ الله أكبر لكن في واحدين بعد ما يصل للطاحن الثاني يقول الله أكبر لكن قال أنت تملى الفراغ ده الله أكبر بعدك ما تمشي واحدة واحدة بسرعة معقول عشان لك ما يغلبوك الله أكبر يعني الردي تكون مع السجود هذه الطريقة سبحان الله
طيب فيما يتعلق بالطهارة دي، انت قبل تكلمت عن الميكانيكية والناس اللي بيعملوا في المطاحن وكذا، مرات ملابسهم بتكون فيها زيوت كثيرة، زيت ده طاهر؟ الزيت ده زيوت طاهر، لكن الاخوان الميكانيكية اذا كانوا يقعد في الواطة تحت الواطة يدخل تحت العربية وزيت ولبس الروبر بتاع الميكانيكية ده، نقول لما تيجي للصلاة انت بتجي بالبيت بجلابيتك وبمنطلونك وبتعلقه ان تلبس البروب ده. لما خلاص هي وقت الصلاه املس البروب ده والبس هدومك ويصلي وتعال خدته، لكن تمشي بهدومك بتاع الميكانيكيه اول حاجه ما لنزل اول حاجه حتوسخ الفريج بتاع المسجد. نمرتين لا بجلابيتي كاويها وقوم اشكش منك حالي شغلتني حكيت فيك وسخت لي جلابيه شو المكوي بكم والغسيله بكم والصابونه بكم. لا في الحاله دي نصيحه ليك عشان ما زول تحرج تسبب للناس حرج ولنفسك حرج، نمشي للصلاة بألبس الجلابية صلي وتعال ثاني بس حقة المكان. نعم. أشكرك شيخنا الجليل، سنعود إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن، مرحبا بك شيخنا مرة ثانية. أيوة. بدينا حديثنا عن الصلاة وكيفية الصلاة وكيف يؤدي الإنسان هذه العبادة بتفاصيلها المطلوبة يعني. أيوة. برضو دارينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا اللي هي السرعة في الصلاة، في كثير من الناس لا يؤدوا الصلاة بطمأنينة. أيوة فعلا سريع. نعم. جعلنا أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. شوف ده أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا حول ولا قوة، يسرق من مشم ملك الملوك يعني ما زي بيسرق من زول. ولذلك السرعة في الصلاة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه والمسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له رجع فصلي فإنك لم تصلي. مش الراجل صلى كما كان صلى ثم جاء سلم ثاني قال له رجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ثلاث مرات. في المرة الثالثة قال لي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. من هذا الحديث أخذ الأئمة أحكام الصلاة والطمأنينة والاعتدال وأداء الأركان فرض من فرائض الصلاة. يبقى الصلاة بمسرعة دي ما صلاة صحيحة. يبقى الزول بيناجي في رب لا بد يطمئن في صلاته تمام. طيب نحن نأخذ معنا أيضا أنه الصلاة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الكلام ده أنت ذكرته في البداية. كده نشرح هذا الكلام كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى هنا ده العلماء قالوا الصلاة المبنية على أركانه وشروطه وآدابه وأحكامه وزول بيأديها يكون خاشع فيها متذكر عظمة الله متذكر جلال الله متذكر انه بناجي في رب في الصلاة ويدبر الآيات اللي بيقراها ويفكر فيها أهدي تزيد خشوع وهيبة وخوف من الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبدو الصلاة يقول لك باختصار الصلاة المبنية على معرفة تامة بأركانها وشروطها وآدابها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. بمعنى قلبه يمتلي بعظمة الله جل جلاله يبقى في الحالة دي خشع في الصلاة برضو خارج الصلاة بيكون متذكر عظمة ربنا لما نفسه تحدث بمعصية ذكر مراقبة ربنا عليه يترك المعصية دي الصلاة المبنية. نعم نعم. طيب برضو بنستصحب معانا الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا. معناته موقوتا يعني وقتها كل صلاه محدد، اما الشرع يحدد لها مواعيد، يحدد لها وقت دخول وقت خروج. أيوة. يبقى هنا دون يحرص كل الحرص يؤدي صلاه في وقتها. وجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله تعالى؟ قال: الصلاه على ميقاتها. قلت: ثم اي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يبقى افضل الاعمال في الاسلام مسلم انك تعد الصلوات الخمسه في اوقات. يعني الانسان يلتزم بالصلوات الفريضه، صلوات الفريضه. طيب فيما يتعلق بالنوافل، النوافل دي طبعا في نوافل اسمها سنن الرواتب وفي سنن غير رواتب. سنن الرواتب معناته السنه التابعه للفريضه، وعددها 12 ركعه. يعني ام حبيبه رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعه تطوعا غير فريضه بنى الله له بهن قصرا في الجنه. رواه البخاري ومسلم. يبقى دي ال 12 ركعه دي اسمها السنه الرواتب. مفصل في حديث ثاني باختصار انه 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر بين كم؟ 6. 6. اثنين بعد المغرب بين كم؟ 8. اثنين بعد العشاء اللي هم الشفع بين كم؟ 10. اثنين قبل الصبح اللي هم الراغبين كم؟ 12 ركعه. الواظب على ال 12 ركعه دي ربنا يبني له قصر في الجنه. قبل العصر ما في سنه؟ قبل العصر في مستحب ركعتين او 4 ركعات، لكن دي ال 12 ركعه دي اسمها السنن الرواتب. وكتى يدخل بالفريضه ويخرج بخروج الفريضه. يعني ما تصلي ال 4 ركعات دي قبل اذان الظهر، لازم بعد دخول الظهر. نعم. طيب فيما يتعلق بالصلاه المغرب، في ناس قبل الصلاه بعد الاذان طوالي يقوموا يصلوا ركعتين. اي دي سنن غير رواتب، سنه مستحبه اللي هي جاء في صحيح البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. فقال: في الثالثة لمن شاء. قال الراوي: كراهية أن يتخذها الناس سنة. ولذلك بعد أذان قبل اللذان ما في صلاة نافلة، أذان المغرب أذن بين اللذان والإقامة في ركعتين سنة اختيارية. هنا المذاهب الثلاثة نسبوا حنيفة الشافعية الحنابلة أخذوا بها، لكن المالكية قالوا الركعتين ديل يكره مكروهات. ليه المالكية الحديث مع صحيح قالوا: لأن الركعتين يؤدي لتأخير صلاة المغرب. وعند المالكية المغرب وقته ضيق، أو قالوا مجرد اللذان ختم اللذان يقيم صلاة طوال. ما صلى الركعتين. سبحان أخذت بالمذاهب الثلاث صليت ما فعلنا. نعم. طيب نحن في هذه الأيام يا شيخنا البرد شديد. وكثير من الناس مرات يخشى أنه يمشي إلى المسجد في الوقت البرد، خاصه صلاه الصبح. أيوة. هل يعني شده البرد يعني يمكن تكون سبب لعدم الذهاب الى المسجد؟ لا ما في، احنا لسه ما قاعد بنطلع لشغلنا، قاعدين بصلي الصبح يجري لشغل، ما قاعدين في البيوت متحركين. يبقى هنا صلاه الصبح البس عندك فانيلا داخليه، فانيلا خاليه، هنا اي حاجه تتلف بها وتمشي. كل المسافه من الجامع للبيت ما بتزيد من 4-5 دقائق تتحملها. واجر عظيم عند الله تعالى. ولذلك يعني صلاه الصبح في الشتاء ثوابها اكثر من صلاه في الصيف. كل ما كان العمل فيه مشقه كل ما يكون ثوابها اكثر. لكن القضيه وين؟ اذا في محادثه عندنا تليفون ناخذه ونرجع ثاني ان شاء الله. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. الله يسلمك. الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك. من انت؟ عندي سؤال بالنسبه للشرع. نعم. عندنا مسجد في القريه واحد يا استاذ. مسجد؟ ايوه. مالو؟ المسجد واحد في القريه وبدل من حكم الصلاه خلف من يوم بالعرافين. بتزأل من إقامة الصلاة في شنو؟ خلف منو؟ حكم الصلاة. حكم الصلاة؟ خلف من يوم بالعرافين. بين العواميد؟ حكم الصلاة. حكم الصلاة شنو؟ حكم الصلاة خلف من يوم بالعرافين والدجالين يا أستاذ. الحديث واضح. كده؟ سؤال واضح. سؤالك يا كده يبدو أنه المخرج بينبه فينا لنقطة ثانية إضافية. ألو؟ ألو؟ قلت شنو سؤالك؟ سؤالي بدل من حكم الصلاة
خلف من يؤمن بالعرافين والدجالين. خلف العرافين والدجالين. ايوه خلف العرافين. شكرا شكرا. انا قبل فهمت طبعا انه بين العواميد برضه ممكن اتكلم عن الصلاه بين العواميد في المسجد. نعم الحقيقه السؤال ده مهم. يعني زول عرفت زول ده مشهور بيعمل السحر والشعوذه والدجل للنسوان ويفرق بين الاحبه، مشهور معروف وظاهر حقيقي وفي تجر وفي ثبت الكلام ده. ما تصلي وراه، صليت وراه صلاتهم باطله. لان زول بيستخدم السحر ده عندنا الائمه الثلاثه الامام ابو حنيفه الامام احمد الامام مالك اجمع على ان اللي بيستخدم السحر يعتبر كافر خارج عن المله. بيتعلم السحر ويستخدم المسلم اللي بيتعلم السحر ويستخدم السحر يعتبر كافر خارج عن المله، يقتل كفرا لا حدا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي على ثلاث جنات ودي الخلي والصقور تاكله. ده الائمه الثلاثه ابو حنيفه مالك احمد بن حنبل. يقتل ده زول يقتل معروف انه بيستخدم السحر ما يصلي وراه خالص. عينوا امام جامع كلمه لسلقنا زول ده ما بنصلي وراه مرقوب ما مرقوب يصلي في جامع ثاني. نعم صليت وراه وانت متاكد بيعمل السحر صلاتك باطله. طيب بالنسبه للسؤال اللي احنا فهمناه ممكن يكون لكن لمصلحه الناس ايضا لابد انه نقوله اللي هو الصلاه بين العواميد. العواميد طبعا في حاله يوم الجمعه جامع زحمه يجوز الصلاه بين العواميد. اما في حاله الاوقات الثانيه الجامع فاضي واسع ما نصلي بين العواميد. لو صلينا الصلاه صحيحه لكن في كراهه يقول لك يكره الصلاه بين العواميد في حاله انه في سعه في المسجد. طيب نواصل موضوعنا اللي هو فيما يتعلق بال باقي كلامك اللي هو بديناه ونحن قبل شويه كنا نتكلم نحن عن الصلاه ذاتها في المسجد. في البرد وكذا. ايوه في البرد. في البرد طبعا في ناس اليومين دول بيتعلموا بيضربوا من التليفونات يقول لك انه في البرد قاعد يتوضا. لا الوضوء ده ما عذر عشان تتوضا البرد لانه اعضاء الوضوء بتتحمل مقاومه المويه البارده. نحن اصلا ما بنمشي الشغل وشنا مكشوف ويدنا مكشوفات ورجلنا مكشوفات لا لابسين شرابات ولا شيء. ليه؟ لانه دي بتتحمل. ما بيتحمل الصدر والراس. يبقى الحالي انت الدنيا برد ده قدرت تدفي الماء دفي الماء قدرت تتوضا لكن ما عذر تقول لنا الماء صار تتيمم. لا ما عذر تتيمم نادي. اما الغسل نضرب لنا مثال زول صحى من النوم لقى عليه جنابه وجنوب. يقول الحالة دي بدأنا صلي الصبح نقول له وقال الماء بارد نقول له ده شيل الماء دي أم يدفيها بالبوتاجاز وتعال دفيها وادخل الحمام زيدها من الماسورة خليها مويه عيناي تغتسل حصل الصبح صلاة الصبح ده لازم أي ما يتيمم. طيب الزول ده صحي من النوم لقى عليه جنابة ومشي يدفي المويه لقى البوتاجاز خسلان. يقول الحالة دي ما عندك أقول لا نحن ما شغالين ولا أقول نحن في شقة في عمارة يا البوتاجاز يا كده البوتاجاز خلصان كت ما دقيقة مقفل دقيقة في الدنيا ليل أنا يدعو الفجر طلع من دار صلى الصبح هذا لو استحميت بالماء صارت تسوي له شيء. قال متأكد قبل كده استحميت بالماء البارد دي حصل لي قوح حاولت تعمل يمكن 15 يوم من البقوح. متأكد بتضرك الماء البارد دي. قال متأكد 100% نقول له خلاص تتيمم صلى الصبح حاضر بعدك الشمس تشرق الدقيقة تفتح عم يجيب الأنبوبة تعال اغتسل لاستعداد لصلاة الظهر والصبح صليته بالتيمم ده ما تعيد. طيب لكن برضه نصيحه نقول مثلا طبعا دي صلاه الصبح دي لابد الزول كمان ما يتجاهل الموضوع ده. الزول بالليل داري يسوي الشغلانه ديك امشي شوف البوتاجاز البوتاجاز فيه خلاص سوي الشغلانه واستحد صلي الصبح. لكن تقوم تقول ما لقيت البوتاجاز خلصان ما حيجي. طيب بالنسبه للتيمم الزول ممكن يتيمم في البيت ويمشي المسجد ولا لما يصل المسجد؟ التيمم طبعا تمشي اذا ممكن تتيمم في البيت تصلي عندك صلاة ليل نوافل صلاها قبل صلاة تتنفذ. أما صلاة الصبح تمشي الجامع وتدخل للمسجد تتيمم تصلي الرغيبة وتقعد بعد ذاك أقام الصلاة تتيمم تدخل للصلاة لأنه تيمم النفل ما في صح تصليب الفريضة عند المالكية. هاي تيمم النفل ما تصليب فريضة لكن تيمم فرض تصليب نفل. تتيمم طيب صليت الفريضة انتظر شوية أول ما شفت الإمام قام المؤذن قام مسك الميكروفون يقيم في الصلاة
اطلع برا امشي اتيمم وتعال اخر افصل. لو تيممت مثلا للنافله في البيت وصليتها في البيت اللي هي الرقيبه صليتها في البيت ايوه ومشيت المسجد في المسجد اتيمم اتيمم في البيت ولا اتيمم في المسجد؟ لا تتيمم في المسجد لان التيمم لابد تتيم تدخل في الصلاه فوريه يعني. هاي فوريه يعني. طيب بخصوص الشتاء انا لاحظت كثير من الناس في الصلوات الصبح بالذات او بالعشاء بالليل بيكونوا ملثمين يعني مغطين وش يعني وشهم من البرد ايوه يعني الواحد قام مغطي خشمه ونهرته كده أيوة. وبيكون بس ظاهر الى العيون لا 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 هل يجوز هذا؟ لا ما بيجوز في الصلاه، الصلاه هنا ده حتى تشوف المراه، المراه دي مش مطالبه في الرأي الثاني تغطي وشها، في الصلاه تكشف وشها، في الطواف بالبيت تكشف وشها، لو صلت المراه ما غطي وشها صلاه باطل عند كل العلماء. أي يبقى هنا ده ما بالك بالرجل، الرجل يكشف وشه كله حتى كمان ما يخلي الامه مغطي لغايه هنا، لازم الجبهه تكون مكشوفه. اي لابد يسجد فما يكون في الامه ما تكون في ساتر، يعني مثلا لا صلى كده في العمة كده صلاتها انت صح لان تكون الجبهة مكشوفة يبدو دي رسالة والله مهمة جدا في اليومين ده انا دي لاحظتها الحكاية دي حقيقة في كثير من المساجد انه صلاة الصبح هو الوقت اللي فيه البرد شديد الناس بيكونوا ملثمين مش بس انت عاي انت في الطريق جاي من طلعت من بيتك الهواء ضربك انت متوضي تلثمت مع عليه لكن دخلت المسجد اكشف وشك دخلت المسجد المقفل اليومين دي المكيفات مقفلين نعم نعم يا يبدو انه معنا تليفون الو مرحب الو الو طيب لو ما في تليفون نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع الصلاه ونحن نتكلم حقيقه عن فضل الصلاه في المسجد أيوة. ودي مهمه جدا جدا أيوة. انه الناس يعني خاصه اليوم البارد الناس بتكاسل من صلاه الصبح ايوه ولذلك يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه البخاري ومسلم يعني دول صلى العشاء في جماعة تكتب له الليل فيه كم ساعة 10 ساعات هو أبو تكتب له كانه 5 ساعات هو بتنفل شوف الخمس ساعات يكون صلى كم ركعة نفل تكتب له والبيض صلوا الصبح في جماعة تكتب لي ثواب كانوا الليل كله بتنفل الليل فيه كم ساعة 10 ساعات تكتب لي ثواب وليه صلاة العشاء 4 ركعات والصبح ركعتين طلع ثواب صلاة الصبح ركعتين أكثر من صلاة العشاء الأربعة لأنه الجاي لصلاة الصبح أصعب من الجاي لصلاة العشاء صلاة العشاء صاحي وسمع الأذان في بيته توضى مش لكن أشوف صلاة الصبح وخاصة من دين متغطي بالبطانية دفيان يسمع الصلاة خير من النوم فل يفل البطانية ويقوم طوال يقتحم الماسورة يتوضا ويمشي يجي المسجد ده معناته ايمان قوي يعني نعم نعم اصباغ الوضوء على المكاره طيب معنا هاتف الو الو مرحبا فيك يا مرحبا عليك السلام عليكم السلام ورحمه الله يفتح عليك نعم الو اهلا وسهلا والله الشيخ طبعا عندي مشكله يعني بقرا واحفظ يعني حي بقرا واحفظ وبضيعني من راسي بدات انا بلقى نفسي نسيتها بتحفظ؟ هاي يعني في القراية أيوة هاي قال لك شنو بحفظ القراية اللي هي المذاكرة ولا قراية القرآن؟ والله كان قرآن بأي حاجة يعني بحاول أحفظه كده وأكتبه مرة وأكتبه مرتين 3 مرات أنا بقى ألقى نفسي بعد يعني فترة كده بلقى يعني نص ساعة ربع ساعة كده بلقى نفسي نسيتها؟ يعني عندك النسيان يعني؟ النسيان يعني أيوة إنك بتنسى كثير يعني أيوة طيب كان عندك سؤال؟ لا لا شكرا جزيلا يبدو انه المساله دي ما هو براه كثير من الناس قاعدين ينسوا يعني ينسى اي حاجه يعني لو قرا اي حاجه قال ما بيذكرها يعني بسهوله يعني أيوة. ينسى يعني طبعا دي طبيعه الناس برضه الناس اذكياء وحنين كذا كل دول ما قدر يفهم لكن دول اللي بينسى ده لابد انت حفظت لك نص لو كان بيت شعر او ايه او حديث لازم تكرره كذا مره مش قريته خلاص حفظته المره دي قريته تمام تتركه على لا لازم تقرا كذا مره عشان يثبت تكرر كذا مره مثلا تحفظ لك صوره من صور جزء عمه مثلا او اي سوره او ما كم ايه من سوره طويله تقراها كذا مره تقراها كذا مره تقراها كذا مره تقراها كذا مره حفظتها تقفل المصحف تقرا لقيتها لسه قلت تفتح المصحف ثاني تفتح المصحف خلاص قريتها قريتها كذا مره عن ظهر القلب يبقى ثاني كل يوم تكررها
لمدة 10 يوم تكرر بعد ذلك ثاني ما حتتنسي منها. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا هذا القرآن والذي نفسي بيدي إنه لشد تفلتا من الإبل في عقولها. وكمان عشان يساعدك على الحفظ هنا ربنا تبارك وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هنا العلماء قالوا التقوى تعلم الذل عن الأدب فيها على أن تقوى الله تزيد في الحفظ والعلم. نمرة اثنين ترك المعاصي، إن الذل يفكر وهل أنت مرتكب لك معصية كبيرة. لأن عندنا هيدا في قصة مشهورة عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان أغلب من العلماء ديلك على السلف الصالح عندهم ذكاء عجيب. كان يقرأ الكتاب في الليلة واحدة يحفظه. مرة واحدة يقرأ يحفظه. سبحان الله. بقى مرة من المرات بقى يقرأ ما بيحفظ. الحكاية شنو؟ وكيع اللي هو الشيخ بتاعه من كبار العلماء الإمام وكيع في درجة الإمام الشافعي. شكل وكيع قال يا شيخنا أنا كله زمان بقرأ الكتاب أحفظ استبقيت أقرأ ما بعرف. قال يا ولد ده لازم ارتكبت المعاصي. هاي تفكر ارتكبت عم توب عشان تحفظ. الإمام الشافعي قاعد يفتش يعني مرتكب معاصي شنو؟ أفتش ما لقى إلا قال ذكر لما يطلع من بيته ماشي لمحل العلم لو قابلته مره ماشي بالشارع ده نظره ايوه اي طوالي ذكر بس المعصيه دي النظره دي سبحان الله. بعدين قام الف لي بيت شعر من نفسه قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يا سلام وفعلا دي فيه حكمه عجيبه. وابكي ان اكون يعني المستمع او المشاهد قبل شويه ادانا هديه والله مهمه جدا. يا ريت يعني تجي الاسئله زي دي يعني ده سؤال كان مفيد بالنسبه لنا وبالنسبه للمشاهدين. طيب نحن كنا نتحدث عن الصلاه قبل السؤال وصلاه الجماعه. حقيقة برضو من الملاحظات انه في ناس عندهم زوايا. ايوه تلقى مثلا زوج قدام بيته او في المصطبه او في الدكان تيجي صلاه المغرب يجهز مكان الصلاه وكده يعني. أيوة. والمسجد يكون مرات ما بعيد يعني. ايوه يعني هل المساله بتاعت الصلاه الجماعيه دي اجرى واحد في المسجد. أيوة. وفي الزاويه. أيوة. وطبعا في الحال اذا كان مسجد قريب احسن تمشي المسجد. لكن مسجد جبده وفي ناس كبار في السن واليومين ده ظهرت كمان وجع الركب كده وكده إذا ما عليش ممكن يصلي مع الزول ده في برشه. والناس النشيطين في المسجد وده يصلي مع الزول ده في برشه يجوز ويأخذوا ثواب صلاة الجماعة. هي صلاة الجماعة في أي مكان انعقدت من راجل ونفرين يعني يأخذوا 27 درجة. لكن كلما صلي في المسجد سواب أكثر من الصلي في الزاوية. الصلي في المسجد العتيق أكثر من الجديد. الصلي في المسجد الناس كتار أكثر من الصلي وراء الإمام الراتب أكثر من يبي يعظمه صلي بعد ذلك. وده السؤال الدرس لك ليه؟ لأنه في ناس بيجوا بيلقوا الإمام خلاص في الركعة الأخيرة وجلس عشان التشهد الأخير بيقولوا انتظروا مثلا يكونوا جماعة عشان يصلوا برامهم. هل يدخلوا مع الإمام؟ أيوة هنا لما قال أنت دخلت المسجد لقيت الإمام في أي حالة من حالات الصلاة تقف في الصف وتنوينية وتعمل تكبيرة الإحرام الله أكبر وتروح تنضم للإمام لقيته راكع تركع لقيته ساجد تسجد لقيته قاعد يقرأ في التشهد تقعد. مجرد فرضنا جيت لقيت الإمام وتأكدت ده التشهد الأخير تقف في الصف وتعمل النية الله أكبر كبرت ومجرد ما قعدت الإمام سلم أنت تقوم تصلي صلاتك كاملة لكن ما تسلم تقوم تتم تكون دخولك مع الإمام قبل الصلاة عند المذاهب الثلاثة أخذت 27 درجة أبو حنيفة الحنابلة الشافعية الحنابلة تأخذ 27 درجة مجرد دخولك في الإمام في التشهد الأخير. أما المالكية قالوا ما بتأخذ 27 كلها تأخذ جزء تأخذ 27 بيتين لو حصلت لك ركعة كاملة. لكن الثلاث المذاهب الثلاثة قالوا مجرد دخولك مع الإمام حصلت 27. وفي نقطة مهمة جدا ننبه عليها يا اخوان. في مثلا واحد يلقى الإمام راكع ودخل المسجد لقى الإمام راكع خالف خايف الركعة تفوت يجري منه دود 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 الله أكبر. هذه ندى العلماء المذاهب الأربعة قالوا إذا كان ميلك للركوع أكثر من القيام في الحالة الصلاة بطلت. يعني لأنه من فرائض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام له. إنك تجي لقيت الإمام راكع ما تستعجل تقف في الصف تعمل نية كبرت الله أكبر بعد ذاك الله أكبر.
حصلت الإمام راكع عند المذاهب الأربعة اتحسبت لك الرقعة. أنت راضي والإمام رافع فاتتك الرقعة دي تبقى السلام لم تجدوا صلاة. لقيت الإمام راكع جار دد 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 الله أكبر. والحالة دي أتيت بجزء كبير من تكبيرة الإحرام أنت راكع. يبقى صلاة بطلة. دي نقطة مهمة جدا شبابنا نبي عليها. نعم نعم فعلا. نعم فعلا. طيب فيما يتعلق بالمسبوق نفسه, في ناس لما لو فاتوا في صلاة المغرب مثلا بركعة أو ركعتين لما يقوم عشان يجيب الركعتين ديل. أيوة. في ناس بيقروا سر وفي ناس بيقروا جهر. أي هنا الإمام مالك عنده قاعدة بتقول ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك وما فاتك فهو أول صلاتك, تقضي الأغوال وتبني الأفعال. طيب ده نطبق الكلام ده كيف قاعدة الإمام مالك دي؟ اللي انت حصلت الركعتين الأخيرات من صلاة العشاء الإمام سلم انت قد دخلت معه في الركعتين الأخيرينات وصليت الرقعتين معه الإمام سلم, أنت بالحالة دي فايتاك رقعتين. الرقعتين اللي حصلتين مع الإمام ياهن آخر صلاتك والفاتك هو أول صلاتك. تقوم تجيب الرقعتين اللي فاتنك ديل بالفاتحة والسورة بجهر وتركع وتسجد وتقرأ وتشهد وتسلم. الإمام الشافعي عكسه قال ما أدركته مع الإمام فهو أول صلاتك وما فاتك فهو آخر صلاتك. يبقى الإمام مالك تجيب الركعتين لحقات العيسى الفاتنك ديل تجيب الجهر. الإمام الشافعي قال تجيب السر. خدت برأي الإمام الشافعي ماشي, خدت برأي مالك نعم ماشي. طيب فيما يتعلق بالاقتداء بالإمام, أنا لاحظت أنه في أئمة بيقبضوا في أئمة بيسدلوا. أيوة. طيب وتلقى الناس المأمومين مختلفين, فيه الناس يسدلوا فيه الناس يقبضوا. أيوة. طبعا هن دال عندنا المذاهب أربعة, أسوي حنيفة شافعية الحنابلة قالوا القبض سنة وأخذوا. بس المشكلة وين عند أخواننا المالكية؟ المالكية عندهم ماخذين في حديث أو رواية عن الإمام مالك, والإمام مالك كان مقتدي بأهل المدينة وكذا, قالوا كان بيسدل رواية واحدة بالسدل. وأنا تابعت أكثر تلاميذ الإمام مالك بالقبض. ما دام المذاهب الثلاثة قالوا القبض سنة ولا أكثر المالكية قالوا القبض سنة, يبقى نحن الرواية حكاية يسدل دي نخليها نقبض زي الثاني. لكن فرضنا دول سدل صلاة باطلة, صلاة ما باطلة, مستحب من السنة المستحبة. إنك زي ما الرسول فعل عمل الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة الإحرام وضع كف اليمة فوق كف اليسرى فوق الصدر فوق السرة تحت الصدر. ده حديث ثابت. بس القضية وين؟ قضية الخلاف بعض فقهاء المالكية قالوا بالسدل وأكثرهم قالوا بالقبض. المذاهب الثلاثة كلهم قالوا بالقبض. طيب برضو من الملاحظات نحن ممكن يكون قياسا علينا نحن في العاصمة أكثر الناس الآن ازدحاما, الشوارع المزدحمة بيكونوا في الطريق وفي الكباري أحيانا بيكونوا يعني المغرب يدخل. أيوة. وواحد لما نصل يصل قريب العشاء أو العشاء يأذن. أي صح. طيب كيف يعني يصلي في هذه الحالة؟ المطلوب انت مثلا نزول ماشي من الخرطوم لأمدرمان والمغرب قرب, في الحالة دي يا تنتظر تتوضى وتصلي المغرب وتواصل حتى انت تمشي, يا اما تتوضى وتجهز تمشي في اقرب جامع زليك المغرب بين أمدرمان والخرطوم اقرب مسجد تصلي فيه المغرب وتواصل. اي لين صلاة المغرب وكذا ضيق. ده المطلوب يحصل كذا. اما اذا كان قلت هنا لا بد ان تعمل, لكن تطلع المغرب الليل تقول ماشي من درمان وطلحت بدون وضوء تقول مش اصلي قدام زحمة المواصلات توصل مع زن العشاء لا. يبقى نحرض على صلاة المغرب. والرجال اكثر الرجال الحمد لله قاعد يسووها. لكن القضية وين اخواتنا النساء؟ وعندنا النساء طلعت ما بترجع اللي طلعت من بيتها بتصلي ترجع البيت. يمكن تفوت له وقتين ثلاث. طيب لكن انت لما تكون راكب مواصلات يا شيخنا بتاع الحفله ما بقي فيك عشان تصلي. دي كمان القضيه حقتها. عشان كده انت لو مشوارك ده ما مستعجل انتظر صلي المغرب في جامع في بيتك او في جامع جنب بيتك واركب المواصلات. طيب ممكن ازور يصلي في الحفله لو هو مثلا متوضي جاهز؟ لا صلاه الحفله دي داخل البلد, لكن فرضنا انت مسافر من الخرطوم للبيض ويا وقت الصلاة يا السواق قبلين نصلي الظهر العصر العصر قرب الشمس خلاص العصر الشمس قربت تدخل يعني سوقي نصلي العصر لا ما يجيب يا السواق يا الركاب ما يجبر الناس قال يا أخوان نصلي قدام الناس كثيرين كانوا يهتموا الصلاة وابقوا على كلام السواق نصلي قدام. وفي الحالة انت ما دار تصلي العصر ومتوضي جاهز ممكن في البص تصلي. نعم. جزاك الله خير شيخنا, هو الموضوع فعلا طويل ويحتاج إلى وقت, لكن نكتفي بهذا القدر من موضوعنا حول الصلاة
الذي كان موضوع حي وكان فعلا فيه إفادات كثيرة جدا من شيخنا الدكتور محمد أحمد حسن. نشكركم مشاهدينا على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.